أنا جمانة، موظفة، تزوجت قبل فترة. زوجي يقول لي لا تبطلين لو أطلقش، شنو قدام العالم طالعة وطابة، شو يقولون علينا؟ لازم أبطل، لأن المجتمع يرفض هذا الشي. أنا سارة، طفرت من المدرسة، حتى أهتم بعائلتي، 24 ساعة قاعدة بالبيت، أتمنى أطلع أشوف العالم، بس أهلي من الباب، يقولون ما عدنا بنات يطلعن، باقي أشوف الحياة، بس ما أقدر أعيشها، لأن المجتمع يرفض هذا الشي. أني سما، قدم لي زميلي بالكلية، أحبه ويحبني، بس أهلي رضوا وأخاف أقول لهم أحبه، لأن المجتمع يرفض هذا الشي. أنا رضا، أحب التمثيل، دائما أمثل قدام أمي، أتمنى أصير ممثلة، بس أهلي ما يرضون، لأن المجتمع يرفض هذا الشيء.